خير على كل مشاهدينا وحلقه جديده من حلقات برنامجكم بستان العقيده بلا شك عاش أبينا يعقوب بيحلم باليوم اللي يرجع فيه لبيت إيل علشان يوفي الندر اللي ندره لربنا في حلقة النهاردة هنشوف ربنا إزاي حقق له شهوة قلبه وإزاي دعاه للصعود لبيت إيل خلينا نستكمل مع بعض رحلة البحث عن شخص رب المجد يسوع المسيح في سفر التكوين لكن خلوني في البداية أرحب بضيفنا اللي دايما بنكون متبركين بوجوده معانا نيافة الحبر الجليل أمبر رفائيل ملاك كنائس وسط القاهرة اهلا بنيافتك يا سيدي اهلا بيك مبسوطين ان نيافتك معانا شكرا سيدنا عاد يعقوب بعد 20 سنه عاد لارض كنعان معاه 11 ابن وبنت اللي هي دينا وزوجتيه طبعا وكل املاكه لكن هنا هنلاقي ذكر الكتاب المقدس عن دينا بنته بيقول خرجت دينا لتنظر بنات الارض فراها شكيم ابن حمور الحوي رئيس الأرض وأخذها واتضجع معها وأذلها خليني أتوقف على لتنظر بنات الأرض وهنا رئيس الأرض اللي هو بيتكلم على شكيم ابن حمور إن هو رئيس الأرض وأذلها يمكن ثلاث كلمات عايزين نتوقف عندهم ونتأمل فيها طبعا الأرض في المعنى العادي المباشر هي الأرض يعني المكان اللي هم سكنوا فيه زي ما بقول مثلا انا اشتريت حته ارض أه لكن في المعنى الكتابي والمسياني الارض ترمز للانسان يكون مرتبط بالدنيا في مقابل الانسان السماوي المرتبط بالسما طبعا ما فيش مانع ان احنا يبقى لينا بعض تعلق بالارض لان احنا عايشين في الارض صحيح لكن لازم يكون دايما الطموح بتاعنا طموح سماوي. نظرنا للسماء. نظر للسماء. زي ما قال معلمنا بولس ان كنتم قد قمتم مع المسيح فاطلبوا ما فوق حيث المسيح جالس عن يمين الأرض فدايما ذهن الانسان الروحاني يبقى متعلق بالسماء. صحيح لنا احتياجات ارضيه ولنا التزامات ارضيه ومرتبطين بالارض من جهه ان احنا ماشيين عليها وبنخدم فيها لكن دايما الذهن يكون في السماء وقبل كده كنت قلت تامل جميل ان الانسان غير بقيه الكائنات الحيه بيمشي على على قدمين لكن راسه لفوق بقيه الكائنات الحيه اللي هي الحيوانات غالبا بتبقى الراس بصه للارض عشان ماشي على تل... على اربعه فربنا لما خلقنا ماشيين على الارض عايز يقول ما ما تنكروش ان انتم ارضيين. صحيح. ولا تتخلى عن مسؤولياتك الارضيه، وما فيش مانع تكون عندك طموح وتنجح في حياتك مم. الارضيه. وندوس الارض برجلينا واقفين على الارض آه. يبقى بندوسها. لكن يبقى راسك دايما في السماء مم. وطموحك واحساسك ونظرتك لفوق دايما. وكلمه ارفع عيونكم دي تاملنا فيها قبل كده. الإنسان دايماً يبقى رافع عينيه ناحية السماء من حيث يأتي عوننا اللي هو إلهنا الصالح. هنا بنات الأرض معناها المباشر إن البنات بتوع المنطقة اللي هي سكنت فيها جديد. تمام عايزة تشوفهم لابسين إيه وبيتكلموا إزاي وعايشين إزاي وبيضحكوا مع بعض إزاي، دايماً البنات يحبوا يتعرفوا على بعض. لكن برضه هنا في المعنى المسياني أو المعنى الرمزي بنات الأرض يعني ملهمش علاقة بالله، طبعاً كان الشعب ده مم. شعب وثني، لا يعرفون الله إلهنا عشان كده يبقى ليهم ارتباط بالأرض وليهم سلوكيات أرضية، لما هي راحت لتنظر بنات الأرض دي وقعتها في مشكلة مم. اللي هي حصلت بعد كده و... وابن رئيس الأرض يعني أ... أ... أفسد عفتها أفسد فدي معناها احنا كمسيحيين كابناء لله وكابناء للكنيسه يجب ان تكون صداقتنا صداقات مقدسه يعني اي بنت بتدخل مدرسه هتلاقي فيها من من سن حتى كيجي صحيح تلاقي فيها الناس الكويسه والناس الوحشه نعود اولادنا وبناتنا والاولاد كمان مش البنات بس ان احنا نتصادق مع ناس حلوين محترمين حب م. ربنا حب الكنيسه يكون ليهم اخلاق طيبه لان الانسان من خلال الصداقه هيتاثر م. اما ايجابيا انه يتحسن في علاقاته ويتحسن في اخلاقه ويتحسن في أدائه واما سلبيا انه يتدهور ويا أمهاتي امهات يشتكوا يقول ابني كان رائع جدا لغايه ما تصاحب على حد صحيح نزله لتحت خالص فارجو ان احنا دايما نختار اصدقائنا ولازم نفرق بين الزماله والصدق الزماله ان, إن في ناس زملاتي كتير يعني بحكم الوضع مش انا اللي اخترت انا دخلت مدرسه كل الفصل ده زملاتي كل الطلبه اللي في مدرسه زملاتي بس انا اقدر اختار اختار منهم من يكون صديقي فدايما زي ما المثل يقول الطيور تقع على اشكالها يعني انا دايما هتصاحب على حد حلو عشان يرفعني لفوق ونشجع بعض على الصلاه نشجع بعض على قرايه الانجيل على الذهاب للكنيسه نشجع بعض على ما نعملش حاجه غلط ولو واحد غلط التاني ينبهه فتلاقي طالعين وحقيقة بنشوف المنظر ده تلاقي طالعين مع بعض حلوين بزياده يعني ربنا يحمي الجميع فهنا بنات الارض يقصد بيهم البنات اللي هم مرتبطين بالحياه الارضيه انت بتقولي بقى كمان راها شكيم ابن حمور الحوي مم. رئيس, الأرض. رئيس الارض طبعا كلمه رئيس الارض يعني الزعيم بتاع القبيله دي مم. اللي في ايديه كل السلطان ودول بس هل بيرمز للشيطان اللي هو رئيس الارض بكل برضه؟ تاكيد آه. ان هو بالرغم ان هو من ناحيه المباشره يعني هو فعلا زعيم القبيله دي لكن أه. يرمز للشيطان اللي قال عنه المسيح رئيس هذا العالم م. ياتي وليس له في شيء. اخذها واتقع معها واذلها أه. ده بالضبط ما يعمله الشيطان معنا. يكون الانسان بريء وعفيف وجميل يعني يجي الشيطان يفسد أه. له افكاره واتجاهاته ويغيره تماما. أه. وللاسف آه ربنا يحمي الجميع يعني لما بندخل في مجال في خطأ بصعوبة الواحد يفرمل نفسه يلاقي خطأ بيسلم لخطأ وبيدهور وفاكر زمان البابا شنودة يعني شبهها بحصاية فوق جبل قاعدة مركونة لو حد زقها زقة واحدة تنحذ. تقعد تدحرج لغاية ما تنزل لتحت صحيح محتاجة حد يوقفها في الوسط مم. وطبعا دي نعمة ربنا اللي هي ممكن تلقطنا وترجع الإنسان لعقله ووعيه مم. في صلوة جميلة جدا بنقولها في القداس في الصلوات السرية اللي بيقولها الكاهن يقول إن ربنا يعطينا عقل وقوة وفهم لنهرب إلى التمام من كل أمر رديء للمضاد عقل وقوة وفهم لأن الخطية هي قلة عقل الخطية والخطية هي ضعف بتزل آه والخطية هي عدم فهم صحيح واحد بعد ما يغلط يقول ايه اللي انا عملته وبعدين المشكلة مش بس يقول انا ايه اللي عملته يلاقي نفسه مش عارف يبطل عشان كده جيد للإنسان من الأول يكون بعيد عن المجال طبعا يعقوب معاه ولاد رجالة وبنت في وسطهم <applause> لو هي قاعدة في وسط البيت مع أخواتها محدش يقدر يقرب ناحيتها صحيح كونها تسيب والدها وأخواتها رجال وتخرج تتفسح لوحدها عشان تتفرج <applause> عرضها للخطر وده إشارة إلى أن نفس البشرية طول ما هي محمية داخل الكنيسة في جماعة القديسين موجودين في الليتورجية بتاعتنا وصلواتنا وإيماننا محمية النفس بأب كاهن ابويا في الاعتراف محميه باخواتها القديسين والمؤمنين في الكنيسه الشيطان ما يقدرش يقرب هيبقى صحيح. واقف من بعيد نفسه يعمل حاجه لكن ما يقدرش يخاف اول ما النفس دي تترك بيت الاب والقديسين المحوطين حواليها وتخرج بره الشيطان يصطادها ولو قارنا بينها وبين ساره امرأة إبراهيم لا. في لقائه مع الله والملاكين لما كانت داخل الخيمة وبتمثل يمكن بعض الأباء بيقولوا بتمثل الجسد المنضبط وراء شهوات الروح القدس يعني لكن دي خرجت برة الخيمة وصار استحقت أن هي تنال الوعد الإلهي لأنها كانت داخل الخيمة ما خرجتش براف. يمكن بعض الأباء بيفصل جميلة الحتة دي أن فعلا لما نكون داخل الخيمة التي هي كنيسة الله وهي جسد المسيح طول ما احنا جوه في حمايه صحيح. زي الفلك او ما بنخرج برا والبره دي مش مش فيزيكالي يعني مش مش معناها اسيب آه. آه حيطان الكنيسه صحيح. لان احنا ما مش قاعدين في كنيسه طول النهار م. لكن يقصد بها اخرج برا الاطار الجماعي بتاع الكنيسه صحيح. ابقى انا ليا فكري الخاص طريقتي الخاصه ممارساتي الخاصه مش ملتزم بنظام الكنيسه ولا بايمانها وخصوصا الفكره دي في جيلنا ده طروق للشباب انا مش عايز حد يلزمني بحاجه انتوا ليه تلزموني بالصيام ليه تلزموني بطريقه معينه ما انا برضو بفهم واقدر اول ما الواحد يترك الاجماع الكنسي ويخرج بفكره خاصه على طول الشيطان يلقطه يلقطه ويفسد افكاره ويفسد عفه ايمانه مش لازم الجسد يعني وتلاقي الواحد طاح لكن طول ما انا جوه الايمان المسلم مره للقديسين ابا في امان تمام بتوقف يا سيدنا وبتعجب من كلمه اذلها وفي نفس الوقت عارض ان هو يتزوجها هو مش في تناقض بين الاثنين طبعا لما يكون انسان تعلق ببنت وعايز يتزوجها مفروض ان هو يحافظ عليها وياخدها من بيت أبوها إنسانة بعزة وكرامة وبشرف وبمجد لكن هو لأنه أحب الشهوة مش أحب الشخص آه. عشان كده تسارع في أن يزلها ويفقدها عفتها وبعدين يقول لك ما نتجوزها عشان كده أخواته أخواتها رفضوا كان ممكن يقولوا خلاص مدام هو صحيح. عمل كده يدهال لكن هم رفضوا لأن في فرق بين واحد يرتبط ببنت من أجل شخصيتها الجميلة وإن هي هيرتبطوا ارتباط أبدي في سر الزيجة المقدس يخلفوا أولاد يرعوهم مع بعض يتحملوا المسئلية مشتركة وبين واحد يشتهي البنت من أجل جمال جسدها أو وجهها م. ده بسرعة مش هيبقى أمين عليها بسرعة هيرميها صحيح مجرد ياخد شهوته منها وخلاص مش محتاجها في حاجه فيبتدي يعذبها يضايقها يضطهدها يضربها ويهتمش بيها يبقى شخص غير مسؤول عشان كده دي فرصه نقول لبناتنا بنات على وجه الخصوص ارجوكي ما تفرحيش قوي ان يجي واحد يعجب بيكي ويشغلك لانه مش هيبقى امين عليكي الامين عليكي هو الانسان المحترم اللي يحترمك ويتقدم لباباكي يقول انا رسميا عايز اخدها وتقدري انت تقولي اه او لا لكن واحد يشغلك لدرجه انت تبقى مسلوبه الاراده ومش قادره تاخدي قرار لانك احبتيه فحكمتي الحب اكتر من العقل لقيتي نفسك انت داخله في سكه مش مظبوطه وبعدين للاسف بعد الزواج بن... احنا بقى معاها بنشعر بالمر بالمر طبعا. تبقى البنت كانت حاجة يعني واردة مفتحة الجواز ذلها وخلها دبلانة وخلاص ما فيش أمل تاني لأن أحسن حاجة في الدنيا راحت منها ليه الجواز آه بعد اختصاب شكيم لدينا لقيناه عرض عرض سخي وقال كثروا علي جدا مهرا وأعطي فأعطي كما تقولون لي وأعطوني الفتاة زوجة آه لو لو اتكلمنا على الرمز المسياني او التفسير لهذه العطيه والتفسير لفعله وفعل ابيه هنقول ايه؟ هو طبعا هو من الناحيه العمليه كان ابن كبير القبيله او الزعيم او رئيس الارض فعنده ممت... امكانيات لكن طلعوا اخوات دينا رجاله بيفهموا قالوا احنا مش بنبيع اختنا وعشان عشان عنده فلوس، طب ما احنا عندنا هو احنا بي يعني بيغرينا بامكانيات وكتروا عليها المهر اللي عايزينه اديه لكم معناها بنبيع اختنا مم. لواحد مش امين عليها، واحد شافها في الشارع اغتصبها ازاي نسيبها بقى مع واحد زي كده؟ ما هو زي ما عمل معاها يعمل مع غيرها صحيح. وبعدين تبقى هي كمان مهانه في بيت جوزها لانه اخذها من الشارع مش اخذها من بيت فهم حسوا لا مش هينفع مهما كانت الإغراءات طبعا في المعنى السيمبوليك الرمزي هو الشيطان مم. اللي بيعرض علينا عطايا جزيلة تعالى لي وانا هديك اللي انت ما تحلمش بيه صحيح وقالها للمسيح صحيح نفس. نفسه اعطيك هذه كلها لو خررت وسجدت لي ويقدر الشيطان يعطي الانسان خيرات كثيرة لكنها كلها مزيفة مم. يعني الإنسان اللي بياخد رشوة أو ده فتح بيته للشيطان يملاه بالخيرات اللي جاية من الرشوة أو الإنسان النصاب أو الحرامي أو أي أي نوع من أنواع الشر هو عمليا بيجد أن هو الخير كتر عنده بس الخير دوت ملوش جدر هتلاقيه بسرعة يزول ويدخله في مشاكل يبقى أنا كان مجرد طعم جريت عليه راح اصطادني فإخوة دينا يمثلون العقل والإرادة وهي تمثل الجسد والعاطفة فيجي الشيطان يغريني من جهة الجسد والعاطفة العقل والإرادة والفهم والقوة مم. تقول لا مش همشي في السكة دي فالجسد يقول دي حاجات حلوة وهو بيحبني هو يعني دخل هو البيت من بابه فم يعني مع عدها العيب لا آه لو لو حد بيفكر بالتفكير البشري هيقول صح لا لا العيب راكبه من اوله لاخره لانه اغراءات مش محبه حقيقيه لشخص بنت محترمه بنت راجل محترم اخواتها رجاله محترمين تمام شفنا الحيله العقل والفهم بس اخطا يمكن هنشوف من وجهه النظر الروحيه هل اللي عملوه ده غلط ولا لا وطلبوا ان طب خلاص عشان نزوجك اختنا انت لازم تدخلوا في العهد وتختتنوا كل ذكر عندكم يختتن ويكون في ممكن نصاهركم ويكون ايه ونعيش مع بعض فطبعا وافقوا شكيم وأبي وافق فبيقول الكتاب المقدس فحدث في اليوم الثالث إذ كانوا متوجعين أن ابني يعقوب شمعون ولاوي أخوي دينا أخذ كل واحد سيفه وأتي على المدينة بأمن وقتل كل ذكر وقتل حمور وشكيم ابنه بحد السيف وأخذ دينا من بيت شكيم وخرج هذا الفعل يا سيدنا هل ليه تفسير اكيد ليه تفسير طبعا مسياني لكن خلينا نوضحه هل ده فعل سليم ولا لا ويمكن نتذكر ان يعقوب ابيهم غضب وزعل من هذا التصرف فنفسره بايه طبعا من ناحيه الواقعيه هو تصرف احمق متهور في خيانه في مكر في استغلال ظروف الناس دي كلها حاجات ما تنفعش الكتاب المقدس لا يعلم بها ويعقوب قال لاولاده شمعون ولاوي اللي هم تزعموا الفكره دي قال قدرتماني بتكريهكما اياي عند سكان الارض مم. يعني بقيه الشعوب هيكرهونا ان احنا عملنا حاجه فيها مكر وخيانه لا وفيها كمان يا سيدنا استغلال للدين فرصه للانتقام يعني أه هو طبعا. استغلوا الدين ادخلوا معانا عهد واختتنوا وكده والفكرة. هنا ما كانش ليها نظرة دينية بقدر ما هي نظرة اجتماعية يعني احنا العيلة بتاعتنا ما قالوش ربنا قال لنا نختتن قال احنا عيلتنا اللي هي اسرائيل وولاده متعودين ما نصاهرش انسان غير مختتن مم. فلو انت اختتنتم هنبقى نبقى عيلة واحدة ففيها خداع فكل المقاييس هي حاجة غلط ما يصحش تتعمل لكن من ناحية التفسير المسياني يعني او التفسير الروحي هنا الذكور بتوع اهل شكيم يمثلوا الخطايا اللي بتحارب النفس وتغريها ويمثلوا قدراتي يعني مثلا النظر السمع التكلم الاحساس التذوق الفكر كل دي قدرات عند الإنسان مم. هي كلها ممكن تبقى مسكن للشيطان من خلالها يجتذبني للخطية بعيد عن الله اللعين والودن وكل الحاجات دي فكلمة يختتنوا معناها نقطع منهم الشر مم. أختن ذهني أختن عناية أي. أختن وداني عناية المختونة معناها ما تشوفش حاجة غلط وداني المختونة معناها ما تسمعش حاجة غلط لساني المختون معناها ما يقولش حاجة غلط وهكذا حاسه تذوق المختونه معناها في الصيامات لا يمكن اكل حاجه في طاري. ولا اشتهيها ولا اشتهيها كل ده الختان بتاع كل الحواس بتاعتي فلما تكون الحواس مختونه استطيع ان ادخل بالاراده اللي هي بقى م. رجال اخوات دينا واقتل كل خطيه جوايا تمام اقتل كل خطيه فهي الحدث نفسه مش مقبول لكن التفسير وده يعقوب ابوهم أوه. لكن لما ناخدها في الناحيه الروحيه معناها انا مطالب اختن كل ما فيا واللي حواليا اختنهم من الناحيه الروحيه وبعد كده اقتل كل عداوه وكل شر أوه. كل خطيه كل شهوه كل حاجه رديئه واخد اختي بقى من جوه سمي. اختي دي اللي هي كانت مسبيه في الخطيه اللي هي جسدي وعاطفتي وكل حاجه كانت رايحه بعيد اخدها بقى من جوه عرين الاسد واطلعها اقول لها انا انتصرت اخلصها ف... وطبعا برضو المعنى المسياني يعني ان الكنيسه اللي هي تمثل دينه كانت مسبيه عند الشيطان قبل م. ما المسيح يجي فهو جه ختن الشيطان قطع وقطع قدراته وهتك سلطته وأشهرهم جهارا زي ما قال معلمنا بولس وقتله بالصليب. وهنا بيقول في اليوم الثالث. وفي اليوم الثالث أخذ بقى البنت الكلام. وطلع، أخذ المسيح الكنيسة وطلع بيها من مم. جوف الجحيم علشان يدخلها إلى الفردوس. جميل أوي رد فعل يعقوب إزاء تصرف شمعون ولاوي هنفسره بإيه؟ برضه من الناحية العملية هو راجل هل قال أنا نفر قليل يعني احنا جايين ناس قليلين اه وهنسكن في في وسط شعوب أخرى فأنتم لما تعملوا كده اه يجتمعون عليا ويضربونني فأبيد أنا وبيتي يعني ما أسهل إن كل الشعوب تيجي هم كم واحد يعني؟ راجل ومعاه 12 ولد وبنت وجايز يكون حد منهم اتجوز وبتاع، عدد قليل. بكتير خمسين لأن بعد كده لما نزلوا مصر كانوا 72. صحيح. فعددهم ايه؟ مم. فقال ده انا يعني هينفخوا فينا يطيرونا. مم. فهو خاف انه عشان كده هم قالوا له اناظير زانية يفعل بأختنا. احنا 11 راجل كده اوانطه يعني بيتعامل مع البنت الوحيده اللي في وسطنا اللي احنا كلنا نحميها كانها واحده بتاجر نفسها لا يمكن ما نسمحش بكده عشان كده الموقف بتاع يعقوب فيه اه حكمة الشيوخ وموقف أولاده قوة الشباب وإحنا مفروض نتحلى بالحاجتين يبقى عندي حكمة الشيوخ وحميه الشباب مم. ضد الخطيه. ما يبقاش في تهور لكن كمان ما فيش تسيب. اناظير زانيه. مم. يفعل باختنا هو قال لهم بس ما كانش الطريقه بالطريقه دي يعني. كان احنا مم. نقدر نتفاهم بالعقل ونقدر ناخد بنتنا ونمشي من الحته دي لكن مش ان احنا نقتل الناس. زي زي ما قلت في مقدمه الحلقه عايش ابينا يعقوب بيحلم باليوم اللي هيرجع ويروح فيه بيت ايل ويوفي النذر اللي نذره في المكان اللي شاف فيه السلم السماوي آه هنا ذكر وبيقول ثم قال الله ليعقوب قم اصعد الى بيت ايل واقم هناك واضع هناك مذبحا لله الذي ظهر لك حين هربت من وجه عيسو اخيك آه اولا بنفسر بايه الايه دي وليه في الوقت ده بالاخص اللي ربنا دعا يعقوب وقال له اذهب بقى وروح لبيت ايل كل حاجه عند ربنا لها زمن مم. في سفر الجامع يقول زرع وقت وقلع زرع وقت للزرع يعني كل حاجه ليها وقت للولاده وقت للموت وقت ففي وقت محدد ربنا يقول يلا ابتدي بقى ايه اعمل حاجه الفلانيه ذات نفس ربنا يسوع المسيح تجسد في زمن هو محدده مم. وبعد ما تجسد قعد مش باين للناس إلا بزمن محدد ابتدى هو يطلع ويبان للناس مم. فكل شيء تحت السماء له وقت لا وانا بسال نيافتك هل لان ربنا في الوقت ده سيدنا شاف خوف ابونا ابراهيم من الشعوب المحيطه من ال... بسبب اللي عمله ولاده يعقوب <applause> يعقوب فهل ده ممكن يكون برضو سبب ان هو يعني بيطمنه خلاص روح طبعا ما يمنع أو كده ان يعني كان الله بيقول له ما تخافش انا معاك بفكرك ببيت إيل اللي احنا كت اتقابلنا هناك واتفقنا ان انت تبقى معايا وانا ابقى معاك وانك هتعبدني في هذا المكان و وان يكون في عهد دائم بيني وبينك وبيني وبين نسلك فطبعا آه الله في اوقات الضيقات والشدائد والازمات يتجلى بصوره اقوى. وقبل كل حاجه طلب يعقوب من من بنيه قال لهم اعزلوا الالهه الغريبه التي بينكم. وقال لهم طبعا تطهروا وابدلوا ثيابكم او بدلوا ثيابكم. خلينا بس نتوقف عند اعزلوا الالهه الغريبه التي بينكم. هو طبعا احنا قبل كده كنا قرينا ان اه اه رحيل, رحيل بنت اه لابان, لابان سرقت آلهة أبيها معاها وما عرفش يكتشفها وقلنا ساعتها سرقتها ليه؟ لأنها حاجات ذهب بالنسبة لها دي ثروة مش عشان تعبدها والمعنى المسياني إن كنيسة العهد الجديد سلبت الوثنية من م. جواهرها وحولتها إلى المسيحية هنا ما زالت موجودة بينهم الآلهة الغريبة م. فيعقوب لما يقول اعزلوا الآلهة الغريبة التي بينكم معناها حتى لو كان معانا حاجة لها قيمة مادية زي الذهب احنا مش محتاجينها احنا عايزين نبقى اعتمادنا على الله وحده والآلهة الغريبة ممكن تجذبنا إلى عبادة الأوثان. فقبل ما ندخل في علاقة مع الله نعزل الآلهة الغريبة. بالنسبة لنا إحنا الآلهة الغريبة ممكن يكون ذاتي. يعني في إنسان تلاقيه يؤله نفسه. مش قابل حد يتكلم أقل, أقل كلمة الإجابة بنرفزة وبزعيق. وبتحدي. لأن أنا ما حدش يناقشني، أنا الكبير. فده تأله للإنسان أو إنسان يؤله المال بالنسبة إلهه المال يعني ممكن يدوس على أبوه وأمه ومراته عشان خاطر قرش، وفي إنسان إلهه الشهوة يعني ممكن يفسد كل شيء في حياته عشان خاطر شهوة رديئة والناس تحاول معاه ويبقى إيه يعني أحيانا الواحد لما يقع في شهوة يداري نفسه يقول أنا مكسوف. لكن في واحد ببجاح بيتكلم مع ناس ما حدش ليه عندي حاجه انا كده <applause> اه فالهه مم. مش قادر يت... الوثن بتاعه مم. الوثن بتاعه مش قادر يتخلى عنه طيب انا عايز بقى ادخل العلاقه مع ربنا اعزل الالهه الغريبه والا هتبقى انت قلبك منقسم انت بتعبد زادك ولا تعبد ربنا؟ بتعبد الله ولا المال؟ الشهوه ولا ربنا؟ وفي فرق خلي بالك بين واحد عنده ضعف م. وهو مكتشفه وعارف ان دي ضعف فيه وبيشتكي نفسه لربنا يشتكي نفسه الاب باعترافه وماشي في سكه التوبه والتصليح وبين انسان يقول لك لا اساسا انا ما غلطتش فده اللي هو بيعبد اله فعلا زي ما بالظبط لما حد يقول لك انت ازاي تعبدي المسيح تقول انا مش غلطانه لا ده المسيح الهنا فعلا ففي حد ينكر عليك هذه العبادة يقول لك لا ده إنسان عادي وانت مصرة أن هو إلهنا في ناس بتعمل كده مع الشهوة مع المال مع المركز مع الوظيفة مع الذات وهكذا هو رافض أن يعزل هذا الإله تم. بعد العزل نتطهر م. عامل زي إيه لما يكون واحد ماشي في الشارع في جو أمطار وفي شوارعنا الجميلة دي فيها حبة طينة يعني فالواحد وقع فهدومه بقت مليانة طين يغير اللبس فنمرة واحد أعزل صح. أعزل الحاجة المليانة بالطينة دي وبعدين أتطهر يعني أغتسل وأتنظف م. وأبدل الثياب بدل بس, الصوب بس هنا جه العكس تطهروا وابدلوا ثيابكم ما هو الواحد الاول يستحمى وبعدين يغير هدومه تمام مش كده؟ فهنا نعزل الالهه الغريبه مم. نتطهر ونلبس ثياب جديده ثياب البر والقداسه والشياكه بقى الروحيه يعني كانه بيقول لنا قدسوا النفس والجسد بالظبط آه. وبعدين خلي بالك في حاجه في المعموديه يعني في الحقيقه لسه واخد بالي منها دلوقتي وانا بتكلم معاك اعزلوا الالهه الغريبه ده احنا عندنا في اول سر المعموديه بندهن الشخص اللي هيتعمد بزيت اسمه الزيت الساذج صحيح هذا الزيت او النوع من الزيت هو طرد الارواح النجسه اعذروا الالهه الغريبه وبعدين بيدهن بزيت تاني اللي هو الغالي لون بتاع تثبيته في الكنيسه وبعدين يدخل في المعموديه ده بقى التطهير وتبديل الثياب مم. يطلع من المعموديه يعني انسان جديد ولابس ثياب النعمه البيضاء يدهن بالميرون اللي هو سكنه الروح القدس فلازم الأول نعزل الإله الغريب نعزل الشيطان ونتطهر وبعدين نلبس ثوب البير تمام آه اسمح لنا سيدنا نطلع لفاصل بأمانة تمام فاصل قصير ونرجع نستكمل معاكم سلسلة المسيح في سفر التكوين بعد الفاصل مرة تانية وبرحب بنيافتك يا سيدنا أهلا بك سيدنا ذكر في الكتاب المقدس أعطوا يعقوب كل الآلهة الغريبة التي في أيديهم والأقراط التي في آذانهم فتمرها يعقوب تحت البطمة التي عند شاكين فكره ان هم الطاعه واعطوا على طول بمجرد ما طلب ادوله الاكرات والاكرات لو هناخدها بالمعنى المسياني هي بتشير لايه وفكره تمر يعقوب لهذه الاكرات عند او تحت البطمه بتشير لايه طبعا حاجه جميله ان اولاده وزوجاته على طول يسمعوا الكلام ودي معناها قد ايه يعقوب كان له هيبه مم. وسط اولاده محدش اعترض وبركه الطاعه دي بركه جميله جدا خصوصا للاب وللمسؤول إيه كون ياخذ الالهه الغريبه ويطمرها البطمه دي شجره بطمه ولا بطمه يا <applause> سيد؟ احنا بنقولها بطمه لا البطمه بطمه انا احب دايما اقرا كتاب <applause> مقدس ابو تشكيل عشان نقراها صح صحيح سايف. فالبطمه هي شجره والشجرة رمز للصليب تمام. فلما نطمر خطايانا تحت أقدام الصليب مم. أما الأقراط اللي في أذانهم دي حاجات للزينة كلهم كونهم برضو يخلعوها ويبدو كان ليها بعد ديني عند الشعوب الأخرى كانوا بيبعدوا بيه أو بيجلبوا الخير ويبعدوا الحسد والشر فليها آه. معنى ديني مم. خلاص احنا مش عايزين نمشي في السكك بتاعت الشعوب الاخرى والعقائد الغريبه بتاعتهم فلا هنتزين زينه خارجيه استمد منها جمالي لان جمال النفس ليس بالزينه الخارجيه ولكن بالفضيله يعني اجمل مكياج للبنت ان تتحلى بالاتضاع وبالوداعه وبالمحبة وبالابتسامة كده البريئة وبالتعاون وبخدمة الآخرين دي أجمل بنت لكن الحاجات التانية كلها مزيفة م. فعشان كده كوني أخلع الأقراط ونحطها تحت الصليب معناها أصبحت زينتي هي زي بالمسيح زينة الروح الداخلي الهادي الوديع الكثير الثمن زي ما قال زينة بنت الملك من الداخل آه كل مجد ابنة الملك من, الملك من داخل من الداخل. آه. فدي نطمرها تحت البطمة التي عند شكيم تمام يعني نطمر أو ندفن كل خطايانا وكل شهواتنا تحت خشبة الصليب تمام آه التفاسير لما بنفسرها بالمعنى المسياني يا سيدنا بيكون لها معنى اجمل واعمق كتير يعني طبعا. لما نقرا القصه كده من غير المسيح ساي. هتبقى هي قصه أوه. لكن المعنى المسيحي بيخلي الدنيا منوره قوي صحيح واكثر من رائع يعني فعل اللاوي وشمعون لو احنا بنبص لها بتفكير بالنظره البشريه العاديه هنقول لا دول غلطانين 100% لكن بالتفسير المسياني ليها ده ليها معنى جميل صحيح. وده اللي خلى الكتاب يذكرها كقصه صحيح مش بس بيسرد قصه حصلت لكن كمان ايه الرساله اللي اقتل كل شر جوايا ما اديش فرصه من جدره وكله كله كله, كله. نسيبش واحد كل الشهوات والخطايا والتعديات اللي جوايا مم. عشان نعيش بالتقوى والعفاف ونقابل ربنا نقابل ربنا دي كلمة مهمة الواحد لازم ينبه نفسه احنا هنقف قدام ربنا مم. هقف قدامه بقلب متسخ ولا ألحق أخلي المسيح يصله لي دلوقتي مم. جميل إذا انطلق موكب يعقوب لبيت إيل ذكر الكتاب المقدس وقال وماتت دبورة مرضعة رفقة ودفنت تحت بيت إيل تحت البلوطة فدعا اسمها ألون باكوت خلينا بالتأكيد طبعا مش صدفة خالص ذكر هذا الحدث بس خلينا نعرف المعنى الروحي من ذكر موت دبورة طبعا هي مرضعة رفقة م. <مشي> ماشيه معاهم ورفقه دي تبقى ايه بالنسبه ليعقوب؟ محبوبته <applause> رفقه دي امه اه اه اوكي أي. انا انا افتكرت رحيل <applause> ايوه آه. سعيد آه. لا دي دي مرضعه امه ايوه بس انها ايه دي؟ كبيره قوي كبيره قوي ويمكن بعض التفاسير بيقولوا ان هم بيت لبان ابوها ادوها لرفقه وهي خارجه لما راحت مم. تتزوج اسحاق. معناها بقى مرافقه آه. للقصه من بدايتها او رجعت مع يعقوب مم. علشان تشوف رفقه او اي حاجه. فطبعا المرضعه ترمز للكتاب المقدس لان بولس الرسول يقول سقيتكم لبنا لا طعاما. وفي العهد القديم ربنا قال كده وترضعون وعلى رُكَبْ تدللون على الايدي تحملون وعلى الركب تدللون مم. فربنا بيعملنا انه بيرضعنا دبوره ترمز للرضاعه بتاعة العهد القديم ان احنا كنا بنشرب من الاباء والانبياء والنبوات دي كانت لازم تموت عشان نبتدي عهد جديد مم. دفنت تحت بتقيل تحت البلوطة والبلوطة زي البطمة هي نوع آخر من الشجر فدفنة تحت البلوطة يعني عند الصليب مات العهد القديم والناموس القديم وتعطق وشاخ مم. وهنبتدي بقى بداية جديدة زي ما قال بولس الرسول ان ده تعطق وشاخ عشان كده احنا في العهد الجديد خلي بالك في حاجات لم تلغى يعني الوسائل العشر لا تقتل لا تزن لا تسرق موجودة وفي حاجات موجودة برضو بنستخدمها زي المزامير وقراءة النبوات ودينا بندرس سفر التكوين أو العهد القديم لكن هناك أمور طقسية عبادية انتهت تماما ذبائح مثلا لأنها كانت تشير للمسيح الختان نفسه بمعناها الديني التطهيرات إن هذا التطهير بدم المسيح والتوبة والاعتراف والتناول ما بالغسلات م. وده اللي كانت المشكله بتاعت القرن الاول الميلادي ايام الرسل ان في ناس عايزين يحيوا التهود م. قالوا احنا لو واحد وثني عايز يبقى مسيحي لازم يبقى متهوت في الاول واليهود اللي بقوا مسيحيين يحتفظوا بيهوديتهم ال ال الايه دي كان الاباء الرسل لما اجتمعوا في مجمع اورشليم وقالوا لا احنا مش محتاجين نلتزم بالناموس الطقسي بتاع العهد القديم لان احنا عندنا نظام جديد مسيحي كانهم بيقولوا لازم دبره تموت عشان نبدا بدايه جديده لازم موسى يموت عشان يشوع يتولى القياده لازم العهد القديم ينتهي من حيث سلطان الناموس علينا عشان نبدا عهد النعمه الناموس بموسى اعطي اما النعمه والحق يسوع المسيح ساره وفي الحتة دي في حاجة جميلة لما جم سألوا ربنا يسوع لماذا تلاميذ يوحنا وتلاميذ الفرسين يصومون كثيرا أما لا يصومون فقال لهم ما ينفعش ناخد رقعة جديدة على توب عتيق ولا خمر جديدة في زقاق عتيقة الزقاق دي مش إزاز ده جلد فلو حطينا في الجلد القديم خمرة جديدة بقوتها هتشق الزقاق والخمر تنسكب والزقاق يتلف فقال لهم لا احنا هنحط خمر جديدة في زقاق جديدة مش هنحط رقعة على توب فهينتهي الناموس الطقسي الصيامات والأعياد والأنظمة بتاعة العهد القديم ونبدأ نظام جديد مش أصل في ناس يقول لك إيه ما فيش خلاص انتهى كل حاجة لا لا في زقاق جديده وفي خمر جديده، في صيامات من نوع جديد بتاع المسيحيين. في أعياد من نوع في جديد. في أعياد جديدة، مم. في قداس ما كانش عندهم قداس. فهيبقى في زقاق جديدة اللي هي طقس ونظام العهد الجديد، كانت لازم دبورة مرضعة رفقة القديمة تموت وتندفن عند الشجرة. جميلة أوي يا سيدنا. يعني تفسير رائع و... وممكن حد يقرأها يقول طب إيه يعني ليه ذكر إيه, أه. إيه المقصود بيها وليه في الوقت ده بالذات يعني فليها معنى مسياني جميل ظهر آه الله ليعقوب وقال له اسمك يعقوب لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل يكون اسمك إسرائيل ويمكن إحنا ذكرناها في حلقة سابقة أه. لكن خلينا برضو نقولها تاني أه تغيير الاسم معناه بداية جديدة ومعناها امتلاك الله للشخص اللي اداله اسم جديد وكان دي عادة عند الشعوب زمان مم. لو أنا نزلت السوق واشتريت راجل خدليته عبد عندي بدي له اسم جديد مم. وتلاحظي دي مثلا موجودة لما حصل السبي إلى بابل مم. كان يعطوهم أسامي جديدة يعني صدراك ومساك, ومساك, ومساك وعبد أساسا اسمهم حنانيا عزاريا ومسائي حنانيا عزاريا خميشة اديهم شادرخ ميشخ عبد دانيال نفسه سموه بالشسر فيغيروا الاسم علامة ان انت بقيت ملكي, ملكي. انا غيرت حتى اسمك مم. فكأن الله يقول يعقوب انا خلاص هتبقى انت تابعي معايا وانت من الان اسمك اسرائيل بداية جديدة وامتلاك امتلكك لانك انت محبوب عندي مم. ونيفتك قلت لنا حتى الكاهن لما بيترسم كاهن بيتغير اسمه, اسمه. عندنا في الاديوره ما, ما ينفعش يكون اتنين رهبان بنفس الاسم م. فلو واحد شاب جاية رهبان هو اسمه مينا او بشوي او كيرولوس اسامي ما يعني اه. كنسية ولكن في الدير في ابونا بشوي او ابونا مينا او ابونا كيرولوس فيجب يديله اسم جديد ده منع للتكرار يا سيدنا ولا لان إيه؟ طبعا زي ما انت ولادك مش هتسمي ولدين بنفس الاسم اه. فكذلك في الدير انا اسمي مثلا يوسطس البراموسي اي. فما فيش حد في الدنيا يا استاذ براموسي غيري انا مم. لما اترسمت اسقف وادوني اسم رفائيل بقى ممكن حد يتسمى يوسف وده حصل فعلا مم. فما ينفعش في الدير الواحد يبقى اسمين على نفس الدير يعني مم. لكن ممكن ينفع يبقى يوسف السورياني يوسف انبا بشوي وهكذا تمام اخيرا قام يعقوب بتدشين اول بيت لربنا بعد السكوت وذكر الكتاب المقدس فنصب يعقوب عمودا في المكان الذي فيه تكلم معه عمودا من حجر وسكب عليه سكيبا وصب عليه زيتا خلينا نتوقف عند الحجر والسكيب والزيت الرمز المسياني في يومين هو طبعا لازم ناخد بالنا انه قبل كده هو رايح كان نفس الحجر أو حجر غيره يعني نايم عليه ونصبه كده على صحيح. سيفه وسكب عليه زيت وسماه بتقيل وقال لما هرجع هعبد ربنا في هذا المكان فدلوقتي هو بيجدد العهد نفس الحجر في المكان الذي تكلم معه فيه أو. فممكن يكون نفس الحجر أو غيره مم. لكن الحجر هنا يرمز إلى الكنيسة هي عمود الحق وقاعدته مم. ولما المسيح قال على هذه الصخرة أبني, أبني كنيستي وحجر الزاوية والمسيح الذي هو حجر الزاوية وخصوصا لما المسيح أخذ جسده من عدرة مريم يعني من تراب الأرض فيصير مثل الحجر حجر الأساس مبنيين على الرسل والأنبياء ويسوع المسيح نفسه حجر الزاوية فهنا أخذ عمود من حجر معناها كنيسة مبنية على المسيح ده العمود بتاع الكنيسه ايماننا بالوهيه ربنا يسوع المسيح ده الاساس اللي بيتبني عليه كل البناء لما بطرس قال انت المسيح ابن الله الحي قال على هذه الصخره ابني كنيستي سكب سكيبا وصب زيتا مم. الفرق بين الاثنين السكيب, السكيب الخمر هو داري. خمر خمر مم. يجيب خمر ويسكبه وبعدين صب الزيت فهنا اشاره طبعا الخمر لما يسكبوا على الحجر إشارة إلى دم المسيح المسفوك صحيح. والزيت يرمز للروح القدس وحلوله على الكنيسة يبقى الكنيسة مبنية على على ثلاث أساسات المسيح كشخص وجسده مم. ودم المسيح المسفوك وسكن الروح القدس في الكنيسة مم. جميل خدم الاصحاح هنا بموت ابينا اسحاق و180 سنه والايه بتقول وانضم الى قومه شيخا وشبعان اياما اسحاق طبعا بيقدم ثمار يمكن سنوات كثيره ولكن العمر هنا ممكن ما نقدرش نحسبه بالسنين لكن بالاعمال الجميله اللي بتحصل فيه لكن خليني اتوقف عند شيخا وشبعان ايامه ايه المقصود بيه هنا سيدي؟ طبعا شبعان ايام معناها ايامه كانت مليانه بالاحداث الكثيره. م. ودي حصلت يعني. في واحد ربنا يحمي الجميع يعني ممكن يتنيح بدري. ما يبقاش لسه شبع من الايام يعني. م. لكن ده 180 سنه ومش بس العدد زي ما انت قلتي في العدد السنين لكن كمان في التاريخ نفسه والاحداث المتلاحقه والقصه. من أول ما اتولد واختتن وتقدم ذبيحة وتزوج وخلف ويعقوب ضحك عليه وأخذ منه البركة وعيسو زعله عشان يتجوز بنات مش على المزاج ويعقوب سابه ومشي يعني قصة طويلة ففيها شبع بالأحداث المتباينة والمتتابعة والمتغيرة عمر طويل يعني تمام طيب أه قدامنا يمكن كذا دقيقه خلينا لو لخصنا حياه ابينا اسحاق كيف تجلى الله في حياه اسحاق أولا اسحاق كان ابن في الحقيقه من القديسين الحلوين قوي في العهد القديم اللي يعني مش كتير بنقعد نتامل فيهم وناخد منهم دروس لكن هو كونه ابن شيخوخه بيدينا امل ان احنا مهما كبرنا في السن او في يعني عتقنا في حاجة غلط ممكن في الآخر ربنا يثمر فينا ويطلع لنا حاجة كويسة وابن الوعد كمان يعني ابن شيخوخة آه. وابن الوعد وابن الوعد آه. يعني مش ابن القدرة الجسدية بقدر ابن الإيمان وتحقيق الوعد الإلهي برضو كل ده بيدينا ثقة وإيمان والواحد لما ينظر على اسحاق يقول يا رب أنا واثق أنك مهما تأخرت عليها هتديني الحتة الثانية أنه لما ابوه يقدمه ذبيحه وهو مستسلم كده شاب في عنفوان وراجل تاني كان شيخ كبير دي قد ايه ابوه ده له هيبه والولد بيحترم ابوه عشان كده هو كمان اخذ بركه انه يعيش ويبقى جد ويشوف اولاده واحفاده ويشوف ان ابنه عيسو ويعقوب بيدفنوه يعني يعقوب وصل وشاف ابوه وابوه اطمن عليه وشاف بقى الجيش الكبير معاه واولاده واحفاده والممتلكات في حاجه تفرح القلب فمات شبعان لان هو اكرم ابوه وشاف عيسو يعقوب ولاده طلع منهم امتين ايوه يمكن شاف كل ده. الكلمه اللي قالها ربنا لرفقه ان مم. في بطنك, من بطنك يخرج شعبان. شعبان يفترق شعبان فالمهم ان ان اسحاق إيه لانه اكرم ابوه حتى وهو بيدبحه يعني في ايه اكتر من ان واحد لاقي حد بيدبحه وهو مستسلم له كده عشان بيحترمه مم. وبيحترم ابوه في نفس الوقت عنده ايمان إيه زي ابوه اتعلم من ابوه الايمان ان ربنا طالما طلب حاجه احنا مش هنتناقش فيها مم. احنا النهارده بنتناقش في الصيام <تصفيق> <تصفيق> ان انا اكل بسكوته دي فطاري ولا صيامي وان انا ايه لازم تسامي يوم الجمعه احنا بنتناقش مع ربنا في حاجات ما لهاش معنى ده ما كانش بيتناقش مع ربنا انه هيدبحه حاجه تبكتنا يعني مم. وبعدين خلاص مش بس هي هيدبح ده شايف نار قال له هو هذا النار والسكين فهيتحرق بنار يعني حتى جسده الواحد يتمنى انه لما يموت جسده يدفن باكرام يبقى له ذكر حسن مم. لكن ده عارف انه هيبقى رماد ولا فرقت معاه المهم طاعه ربنا حتى في اختيار زوجته ربنا برضو وفي كان وفي اختيار زوجته إلي. هو لم يتدخل الى انه خلى العازر يعني هو اللي يجيب البنت وهو يقبله حاجه جميله يعني حياه التسليم الجميله دي وبعدين بقى لما قالوا الولدين هنا السلبيه ان هو كان بيحب عيسو أكتر من يعقوب ورفقة كانت تحب يعقوب أكتر من عيسو دي تأملنا فيها قبل كده مم. لكن بعد كده بقى لما كملت القصة بأن يعقوب وعيسو يجوا يجتمعوا عشان يدفنوه إشارة إلى أن فيه يحصل الاتحاد وال... والتجميع بعد الفرقة الحسد والغيظ بيخلي الولاد الأخوات يفترقوا اللي بيجمعهم هو الأب فهم اجتمعوا لما مات ودي معناها ان موت المسيح يجمع الكنيسه اللي من اصل يهودي ومن اصل اممي عشان يبقوا مع المسيح وتغربه في جرار يا سيدنا ونبش ابار ابيه دي برضو اه طبعا تفاصيل كثيره في حياته ينبش ابار أبيه دي معناها ان انا النهارده في القرن الواحد وعشرين لازم انبش <applause> في ابار اثناسيوس الرسولي وفي كرولوس الكبير وذهبي الفم وطلع الخير اللي هم قالوه فهو كان كان ابراهيم حفر ابار وجم الفلسطينيين طموها دي زي بالظبط لما يجي الهراطقه يخبوا علينا اقوال الاباء وكتاباتهم فيجي الواحد ينبش ويطلع الخير القديم تمام. بشكر نيافتك جدا شكراً. على محبتك ووقتك الثمين اللي دايما بتقضيه معانا شكرا يا سيدنا بيش. بشكركم مشاهدينا على حسن المتابعه ونشوفكم في حلقه جديده هنتكلم فيها عن يوسف الصديق يمكن من اكثر الشخصيات اللي في الكتاب المقدس اللي بتشير لشخص رب المجد يسوع المسيح اشارات ورموز كتير قوي في حياته هنتامل فيها في حلقه الاسبوع اللي جاي والى اللقاء